بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الأعزاء، نستكمل الجزء الثاني من محاضرة مايكروبيال فود سبويليج. الآن حنيجي نشوف إيش الأنواع الأغذية التي يمكن أن يحدث لها سبويليج، بدءا بالحبوب السبويليج أوف كيريلز. هنا طبعا مين في عندي شغلة مهمة تتأثر فيها السبويليج، اللي هي مين؟ المويستشر كونتنت، وخصوصا إذا كانت أباف 12 ل 13%، إيش حتؤدي الحبوب؟ إيش حصير فيها؟ حتفسد. ليتل مويستشر كوز، هذه الرطوبة ليش يعتبر الحبوب تعتبر حساسة للرطوبة؟ لأنه مين نجد إنه من الأشياء التي تنمو عليها بشكل واضح اللي هي الفطريات، على سبيل المثال زي المولد، والرطوبة الزائدة يمكن انها تؤدي الى نمو مش بس المولد، ايضا اللي هي اليست والبكتيريا. فهذه فيما يتعلق بحساسية الحبوب اللي هي درجة الرطوبة وتأثرها بانه بالميكروبات التي تنمو عليها وتؤدي الى فسادها. مايكروبيال كونتنت، physical damage and temperature، هذه also تعتبر factors، عوامل إضافية تضاف إلى ذلك. الميكروب نفسه، الميكروبيال كونتنت والphysical damage والtemperature عوامل متعلقة. وهناك يمين عند أنواع من الميكروبات التي يمكن أن تنمو على الكريلز في هذه الظروف، زي الأسبرجيلا سبينيسيليوم، ميوكر ريزوباس فيزيريوم، وأنواع أخرى أيضا من الفطريات التي يمكن أن تنتج مي كمان. حنخدها محاضرة في الفطريات، خدناها اللي هي المايكوتوكسنز، التوكسنز اللي بتفرزها اللي هي المايكوسيز، الأمراض الفطرية بنتذكر التي تنتج من خلال الفطريات. برضو هذه الأشياء يظهر تأثيرها بشكل مباشر. مين عنده انواع من البكتيريا زي الاسيتوباكتر، الكوليفورم، مايكروكوكاي، باسيلس، هذه انواع ايضا يمكن ان تؤدي الى مين؟ لسبويليج اوف فود. هي واضح كيف ممكن يصير اللي هي الحبوب كيف تاثرها بالعوامل اللي ذكرناها، الرطوبه، الحراره، الميكروبيال كونتنت، كل هذه عوامل تؤثر في الحبوب بحيث انه يمكن ان تؤدي الى فقدها. طيب مين كمان عندي؟ الملك، الحليب. الحليب يعتبر وسط بيئي مهم للبكتيريا، يعني على سبيل المثال بنلاقي احنا نيجي نشرب الحليب نقول والله طعمه حدق، لا، هذه مرات احيانا بتكون ناتجة عن انواع من البكتيريا، زي مين على سبيل المثال؟ سورينج، هذا الطعم الحادق بكون ناتج عن انواع من البكتيريا زي ستريبتوكوكس لاكتس وانتيروكوكاي. الجاز برودكشن ناتج عن بكتيريا زي الكوليفورم، الكوليستريديوم، بروتيولايسيس، طبعا بتعمل بيتر تيست، ناتج عن مين؟ عن الباسيلس والمايكروكوكس. احيانا نجد في الحليب نفسه اللي هي ايش؟ الكلر، تغير في لون، ومين كمان؟ والطعم تبعه. ومرات في زي ما قلت قبل شوي انا جاز برودكشن، مرات بتلاقي العلبه منفوخه تبعت الحليب، ناتج عن مين؟ عن وجود بكتيريا تؤدي الى افساد هذا النوع من الاطعمه. هاي عندي الحليب. ايضا يمكن ان يقع الامر على مين؟ اللحمه، خصوصا اللحمه الرو ميت الخام، يعني العمال طاز، يعني اللي غير مطبوخه، يعني الرو ميت تعتبر الرو ميت السبجكت لمين؟ للسبويليج باي مين؟ اتس اون انزيمز اند مايكروبيال اكشنز، في حال وجود الميكروبات عليها طبعا ممكن تعطي اثرها المباشر، وخصوصا ايش ممكن يصير عندي؟ اكسسيف اوتولايسيس بيؤدي الى سورينج برضو في طعم هذه اللحم. مين كذلك لها عوامل تعتبر لها تأثيرها في ذلك، مثل مين على سبيل المثال؟ الجريتر جات لود اوف انيمال،
قديش عندي هذا الحيوان بيحمل في داخله، كان عندي بكتيريا. الفيزيولوجيكال كونديشن اللي بيسموه الجت لود، جريتر جت لود اوف انيمال. عندي ايضا بيؤخذ في عين الاعتبار اللي هي الفيزيولوجيكال كونديشن اوف انيمال ديورينج سلوترينج، تؤخذ الجانب الفسيولوجي للحيوان عند ذبحه. تمام، على سبيل المثال هل الحيوان كان فيفر؟ شوفوا لوين، يعني كيف تأثيرات ذلك تنعكس على اللي هو لحم هذا الحيوان. الكلام نأخذه في عين الاعتبار، هل الحيوان كان عنده فيفر اكزايتد فاتيجد؟ فإذا هذه الفسيولوجيكال كونديشنز أيضا لها أثرها في السبويليج أوف ميت. رابد كولينج، فرضا أجتك لحمة، كمية لحمة مثلا ذبحتها أنت في عيد أو أجتك أو شريها، تمام، ورحت هذه اللحمة حطيتها مباشرة رابد كولينج، تمام، حطيتها في الفريزر. يعني دائما بعد الذبح تأخذ درجة الحرارة الطبيعية ومن ثم تحفظ هذا الصح، مش إنه أنا من وإلى. فهذه الرابد كولينج برضو لها تأثيرها على مين؟ على اللحمة. هاي عندي مثلا أشكال كيف ممكن تكون اللحمة، وإحنا بنتذكر قديش تأثر خصوصا درجة الحرارة أو تأثر اللحمة بدرجة الحرارة. ونتذكر جيدا لما كانت عندنا بتصير قطعان كبير لدرجات الحرارة، ايش نروح نساوي؟ اللحمة نتصرف فيها، ليش؟ لانه تعتبر اللحمة سنسيتيف لدرجة الحرارة، لانه اذا لم تحفظ في درجة الحرارة المناسبة حيصير فيها زي ما احنا شايفين بالضبط. سبويليج اوف فيش ايضا فيما يتعلق بالسمك، يمكن انه يحدث برضو فساد في السمك، وهذا ناتج عن الاوتولايسز، ومين كذلك الاكسيديشن والبكتيريال اكتيفيتي، كل هذه عوامل تؤدي للسبويليج اوف فيش. اندر ايروبيك كونديشن ايش ممكن الاحظ؟ تشينجز ان كلر اوف ميت بيجمنت، ممكن بلاقي انه في عندي تغير وين؟ في اللون، تمام، هي عندي السمك بلاقي في عندي تغير في الكلر اوف ميت بيجمنت، الريد كلر، الجرين، براون، جراي، كل هذه كلرز. يمكن حتى الناس اللي بيشتغلوا في الاسماك وعلى دراية بالسمك بعرف انه هذا السمك فيه مشكلة ولا لا، تمام، من تأثرها والشكل الواضح في التغير اللي بيطرأ عليها. فعشان هيك ريد كلر، جرين، جراي، اوف اودرز، اوف تيست، كل هذه تعتبر ملامح حامة تظهر عندي، ومن خلالها يتم الإشارة انه السمك اللي موجود عندي غير طازج، السمك خربان فيه مشكلة. سبويليج اوف ايجز، هي بصير عندها تشققات، ليكس، ممكن نلاقي الطعم. مرات البيض لما بكون بقول والله هذا البيض طعمها فيها مشكلة، تيست كمان فيها، والستيند اور ديرت سبوتس ممكن تكون موجودة على في البيض في السطح الخارجي، او بكون في داخل البيض نفسه في مين عندي بلاد كلوتس ولاينز وترانسلوسنت سبوتس في الانتيريور. هذه كلها هي من خلالها نعرف انه في هذا البيض اللي موجود امامي، زي ما احنا شايفين حتى كمان بالصور اللي ظاهره امامي، هذا تعطيني مظاهر واضحه جدا انه هذه البيضه فاسده. نعم، هذه البيضه ايش؟ فاسده. كل هذه الملامح تعطيني اشاره انه هذا بيض فاسد. من ضمن الميكروبات اللي ايضا مسؤوله عن ذلك زي مين؟ زي سيدوموناس، يعتبر كومون سبويليج ايجنت. والمولد زي البنسيليم، سيفالوسبوريديم، برضه هذا بينمو في مين؟ في الاير ساك، في البيضه، وبعملها سبويلينج. فهذه ايضا من الميكروبات التي تظهر بتاثير مباشر في البيض وتؤدي الى سبويليج. لمين؟ للكانت فودز، للاطعمه المعلبه. وهذا الفساد يمكن ان يكون ناتج عن مين؟ كيميكال سبويليج، او ممكن يكون عندي ناتج عن بيولوجيكال سبويليج.
كانت فود الاطعام الاطعمه المعلبه. تمام. طيب سبويليج، الكيميكال سبويليج وين ممكن يكون ناتج؟ عن مين؟ عن في الهيدروجين سويلينج، الديسكالريشن اوف انسايد اوف ذا كان. تمام. كذلك الكلاودنس، هذه تعتبر التعكر والديسكالريشن في داخل العلبه، اللوس اوف نيتريتيف فاليو، فقدان القيمه الغذائيه، كل هذا بكون مسببه ايش كان عندي؟ كيميكال سبويليج. احيانا يمكن ان يكون هذا الفساد في هذه المعلبات بيولوجيكال، وهنا مين في ناتج عن تاثر بانواع مختلفه من البكتيريا اللي ممكن تكون ثيرموفيليك او ميزوفيليك بكتيريا، ادت الى فساد هذه الاطعمه المعلبه. الخضروات فيجيتابلز، فيجيتابلز تعتبر جود سبستريت لمين؟ لليست والمولد والبكتيريا. حتى انهم وجدوا انه 20% من الفواكه اللي بصير لها حصاد والخضروات for human are lost to spoilage by these microorganisms. يعني ممكن انه تفقد نظرتها ومن خلال مين؟ نمو الميكروبات عليها. ايضا soft rot يمكن انه يصير فيه تعفن احيانا كذلك. يعني على سبيل المثال من الميكرو من ال one of the most common types of bacterial spoilage is caused by إروينيا، نوع من أنواع البكتيريا ممكن أن يؤدي إلى التعفن. أي عمال واضح الشكل. تمام. هذا كان ناتج عن مين؟ تعفن. إيش بصير عندي؟ softening. هذا بيحبي زي واضح الشكل أنا كمان. softening هذا ناتج عن مين؟ عن endogenous enzymes. فهي مثال واضح وملاحظين هنا. يعني خلينا نقول لان هذا يمكن مثال مباشر عن شغله حكيت لكم اياها قبل في الجزء الاول في المحاضره. لو طلعنا يعني بالشكل الموجود امامي البندوره هذه، هي في عندي حب فاز واضحه صح؟ لو فرضا انا هذه الحب الفاز دي خليتها قاعده في مكانها، ايش اللي حيصير في البندوره اللي حواليها؟ حتفسد، اللي بنسميه كروس كونتامينيشن. مولد سبويليجد، تعفن طبعا ناتج عن وجود مين؟ العفن، المولد. بيقول لي غالبا نجد هذا الامر وين؟ عندي in vegetables where bacterial growth is not favored. Molds are the principal spoilage agent. في على سبيل المثال في الخضروات مين بنلاقي من الاشياء التي تحب ان تفسد او لها تاثير اكثر على افساد الخضروات؟ أنا بقول لي المولز ار برنسبل سبويليج ايجنت. موست مولد ماست انفيد، بتلاقي العفن زي ما انتم شايفين يمكن حتى كمان في الصور الموضحة يعني بشكل واضح انه بشكل واضح عندي البلانت موست مولز انفيد بلانت تيشيو من خلال سيرفيس وونز such as bruise or cracks زي ما هو واضح في الصورة، وهذا بيؤدي إلى مين؟ الى عفن هذا النوع من الخضروات والفواكه. فروتس كمان هي عمال بتحدث نفس الاشي زي الفيجيتابلز. فروت يعتبر نيوتريانت ريتش سبستريت، لكن البي اتش تبعت الفروت ايش مالها؟ doesn't favor bacterial growth، لا تفضل يعني لا تفضل كمان اللي هو نمو البكتيريا، لانه هنا عندي الفروت في البي اتش عندي هنا. فييست ييست اند مولد ار مور امبورتنت ذان بكتيريا ان سبويليج اوف فروت. هذه كمان جمله ايضا مهمه ناخذها في عين الاعتبار في اسئله الصح وخطا والحاجات هذه، نهتم لهذه الاشياء واحنا بنقرا فيها جيدا. هذه واضح اللي هي في spoilage of different types of foods. طبعا هذه صور بتوضح لي بما ان احنا مرينا على انواع مختلفة من الاغذية، هذه الصورة بتوضح لي انواع مختلفة من الاطعمة اللي فيها spoilage، meat spoilage.
spoilage of fruit and vegetables. Bread, خبز. وهنا بملخص مبسط وهام في نفس الوقت وضح لي إيش الأشياء التي يمكن أن تحدث في الطعام وما هي الميكروبات التي لها العلاقة بذلك. يعني البروبلم، هذا الجدول كتير مهم، عند البروبلم جاز فورميشن تحدث، إيش ممكن ألاقي في الطعام يحدث عندي، هولز بابلز تمام، فيش آيز بلاترز، كل هذه تعتبر مظاهر ناتجة عن الجاز فورميشن. وهذه بمقابلها هذه الهولز وين بلاقيه مثلا على سبيل المثال في التشيز. طب ايش الاورجانيزم المرتبط فيها؟ كوليفورم البابلز في الكوتش تشيز. طب مين عند الميكروب المرتبط؟ اليست واللاكتيك اسيد في السيرفس، نيجي على السيرفس جروث، المولد ممكن انه يصيب كثير من انواع الاغذيه. مين الاورجانيزم اللي مسبب عند العفن، في العفن الأطعمة هذه مين سببها؟ فطريات. وهكذا فنجد أنه بملخص الحديث هذه إيش البروبلمز اللي ممكن تحدث في الأطعمة من حيث الجاز فورميشن، السيرفيس جروث، الديسكالاريشن تمام، إيش الأطعمة اللي يمكن أن يحدث فيها ذلك وما هي الميكروبات المسببة لهذه المشاكل التي يمكن أن تحدث وتؤدي إلى إفساد الطعام. يعني من ذلك هي عمال واضح عند الجاز فورميشن، عند السيرفيس جروث، عند الديسكالاريشن، كل هذا في نهاية الأمر مين مسببه؟ ميكروبات. يبقى ينعكس أثرها على مين؟ على الطعام. تمام. الآن في هذه الجزئية اللي حنشرحها الآن حنتطرق إلى الانديكيتورز اوف مايكروبيال، ما هي المؤشرات عندي للمايكروبيال فود سبويليج. الانديكيتور كان بريدكت اكسبكتد شيلف لايف اند استيميت ستيج اوف مايكروبيال فود سبويليج. هذه المؤشرات من خلالها احنا بنتوقع مين قديش ممكن الشيلف لايف لهذا الفود تمام، وايضا بتوضح لي لاي درجه موجود عندي مين الفود سبويليج. ايش الشغلات؟ وهذا يمكن تطرقنا له في بداية محاضرة بس الان نعطي له تفسيرات وتوضيحات اكثر. ايش الانديكيتور اللي احنا مرت علينا وشرحناها؟ يمكن ان تكون سنسوري انديكيتورز، الكلام اللي قلنا عنه في بداية المحاضرة، ايش المؤشرات اللي انا بتعطيني انه في عندي فساد لهذا الاطعمة من خلال تشينج في الكلر، في الاودر، فليفر، تكستشر، كل هاي تعتبر مؤشرات سنسوري احسها بايدي وبشمها وبطلع عليها بعيني، فكلها تعتبر مؤشرات عينيه بشوفها. في عندي مايكروبيال انديكيتورز، مايكروبيال انديكيتور تعتمد على نوع الميكروب الذي يؤدي الى افساد الطعام. في عندي كيميكال انديكيتور من خلال وجود مين عندي سبيسيفيك مايكروبيال ميتابولايت تمام. طيب هنا في توضيحا انه some factors to be considered in selecting a microbial، في بعض العوامل ايضا تؤخذ في عين الاعتبار ويتم اعتمادها في اختيار microbial indicator او chemical indicator تمام. فعلى سبيل المثال هنا in good fresh product it can present a low number or absent، فهي يعني من المؤشرات الهامة اللي احنا بناخذها بعلاقة انه مايكروبيال او كيميكال ومدى علاقتها بفساد الطعام. في الجود فريش برودكت ممكن ان يكون عندي الميكروب موجود في لو نمبر تمام، والكيميكال يكون مش موجود المؤشر الكيميائي. مدى ارتباط المؤشر الكيميائي والميكروبي بالتسبب بفساد الطعام في النورمال كونديشن اوف ستورج، هذه النقطة الأولى شرحناها. النقطة الثانية اندر نورمال كونديشن اوف ستورج، في الظروف الطبيعية للتخزين زي تمبريتشر، تايم، باكجينج، ات شود انكريز ان، يعني هنا في ظروف التخزين المتعلقة بمين احنا دائما
لما انا بتحدث دائما تخزين، مين في عندي نقاط هامه باخذها في عين الاعتبار؟ درجه الحراره اللي بخزن فيها، التايم اللي بضعها، من كثير مهم، باكجينج. هذا شد طبعا، هذه العوامل لها تاثير بحيث انه يمكن انه ايش يكون انكريز مايكروبيال اور كيميكال ان كوانتيتي تو ريتش فيري هاي ليفل. ف اذا يعني بمعنى انا ما خزنتش كويس، او ما حطيتهاش في درجه الحراره المناسبه، او ما حطيتهاش في الوقت المناسب، هذا يمكن ان ينعكس تاثيره وين؟ في تاثير الكيميائي والميكروبي لهذا الطعام. هذه النقطه الثالثه، when spoilage occur under normal storage condition، لما يكون عندي الفساد يحدث في درجه في 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 ال في في ظروف التخزين العادية، it should be the predominant causative agent، يمكن أن يكون المسبب الرئيسي microbial أو chemical. هذه الأشياء يجب أن نأخذها في عين الاعتبار بمسببات الإفساد لمين؟ للطعام. كذلك it can be detected rapidly، يمكن أن أنا أفحصها بشكل سريع، أن أتعرف أنه هل هذه microbial أو chemical. it can be used to predict shelf life and the spoilage status، من خلالها استنتج shelf life لهذا الأغذية أو وضعها من حيث الفساد، يعني في ظرف المراحل الأولى ومراحل المتقدمة وكيف واصل. it should have good relationship with the sensory criteria of spoilage and particulate product، فلها علاقة مباشرة مع مين؟ مع السنسوري كريتيريا للسبويليج. حكينا قبل مش احنا بنحكي مايكروبيال وكيميكال، وهذا بينعكس تاثيره على مين؟ على السنسور بشكل واضح. مين بس شوف اللون اتغير، الطعم، الرائحه، كل هذا يكون له علاقه مباشره ومهمه. تمام. فانا بملخص الحديث ايضا، هناك عوامل مشاركه ومساهمه في الطعام. ايش العوامل المساهمة؟ هذا بدنا ناخذها ايضا في عين الاعتبار حين ندخل في تفصيلات ادق واكثر. تايب اوف برودكت، تمام، الكومبوزيشن تبعه، ميثود يوزد ديورينج بروسيسنج، كونتامينيشن ديورينج بروسيسنج، ناتشر اوف باكجينج، كيف انا عملت باكجينج له لما جيت خزنته، التمبريتشر اند تايم اوف ستورج. هذا حكيت عم قبل شوي ووضحت هذا الكلام كله الان، هذا بلخص نقاط هامه شرحناها. كذلك البوسيبل تمبريتشر ابيوز، هذا الطعام او هذا الغذاء او هذا الحبوب او 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 شو درجه الحراره اللي بخرب عندها، بوسيبل تمبريتشر ابيوز. فاذا هذه العوامل ديفر وذ برودكتس، وتختلف حسب مين المنتج، مش كل منتج تنطبق عليه نفس المواصفات. سو اف ات سنسري سولكت، يعني الانديكيتور لها ارتباط مع مين؟ على طبيعه بيسز اوف برودكت، ولانه العلاقه مباشره مع نوع الطعام ودرجه الحراره التي تعرض بها، وكل هذه العوامل اللي ذكرناها بتفصيلاتها. نيجي الان ندخل على الميكروبيال. احنا كنا قلنا ميكروبيال تفصيلا على انعكاس في السنسوري كريتيريا، مين كان عندنا مايكروبيال وعندنا كيميكال، قلنا هذول يعتبروا عاملين مهمين جدا عندي في فساد الاطعمه. مين عندي؟ شرحت انا نقطه قبل، قلت لكم انه ايش في شغله احنا بناخذها في عين الاعتبار اللي هي الانيموريشن، العدد. العدد مهم، فانيموريشن اوف كولوني فورمينج يونت، ريفرجريتد جراوند ميتنج ديورينج ايروبيك ستورج is normally spoiled. بعض الأطعمة يتم اللي هو إفسادها عن طريق بعض الميكروبات التي يمكن أن تعيش في الثلاجة، زي جرام نيجاتيف بوليس سايكوتروفيك ايروبيك بكتيريا، زي مين على سبيل المثال؟ زي سيدوموناس ارجونوزا. فهذه الأطعمة التي تحفظ في درجة الحرارة هذه معرضة لأنواع من الميكروبات يمكن أن تعيش في درجة حرارة منخفضة. Population level of psychotropic gram negative rod should be most appropriate indicator. طبعا البوبيوليشن ليفل مقصود فيه ان انا قديش العدد عندي.
لما يقول والله هذا الـ هذا الـ هذا اللحم اللي اجت عندنا تعبانه، او هذا المنتج اللي اجى عندي تعبان، مين بحدد عند البوبيوليشن ليفل قديش عندي عدد البكتيريا؟ هذا وهذا طبعا من خلاله بنستطيع ان نشوف انديكيتور لمين ذا سبويليج اوف ذيس برودكت بوث فور بريدكتنج هالف لايف. الو استطيع ان اتعرف على بشكل واضح على مين اللي سوري الشيلف لايف لهذا البرودكت قديش ممكن يعيش، ودرجة الإفساد الموجود عليها. لما أجي أنا أعمل مزرعة وأحصل على عدد كبير من الميكروبيال كاونت موجود، معناتها هذا المنتج الغذائي أو هذا لا يصح إنه الإنسان يأكله، لأنه واضح جدا حيكون في عندي علاقة صحية مباشرة في نتيجة فساد الطعام الموجود. لذلك هذا بالخط العريض جدا. ايش الخط العريض بيقول؟ total aerobic plate count، standard plate count has special importance in food microbiology. هذه بنحطها بالخط العريض قارمة كبيرة يعني في الفود مايكروبيولوجي، انه مين عندي يعتبر ذراع ايمن خلينا نسميه في الفود مايكروبيولوجي اللي بيساعدني في التعرف انه هذا الطعام. عمال وضحنا من خلال عمال السطر اللي قبله بيحكي بتعرف على الشيلف لايف للبرودكت، بتعرف على الستيتس للسبويليج، مين يعتبر الذراع ايمن يساعدني في ذلك؟ التوتال ايروبيك بليت كاونت ستاندرد بليت. فالهاي التوتال بليت كاونت في الفود زي تشيكن سالاد او الباستورايز ميلك، طبعا هذا له علاقه في مين؟ في الاستابيليتي والسيفتي. هل هذا الطعام ستيبل؟ هل هذا الطعام سيف؟ فهذه المؤشرات انا بستنتج منها بتعطيني علاقه مباشره على هل انا اتناول سيف فود ولا لا؟ هذا اللي انا الشحنه هذه اللي تصدرت عندي هل سيف انه المجتمع يتناولها ولا لا؟ فمين عندي بيساعدني؟ التوتال بوبوليشن كاونت، بتعرف على البكتيريا، بكتيريا الكاونت. فانا it is good to include aerobic plate count along with with the method suitable to detect load of appropriate spoilage and indicator group of food based on its specific type and storage condition. هاي كلام واضح جدا. يعني انا الجيد ان انا اشمل اللي هو البليت الايروبيك بليت كاونت مع الطريقه المستخدمه عشان اتعرف على انه انا في عندي سبويليج مؤشر لفساد لهذا الطعام وارتباطه بالظروف التي كان موجود فيها هذا الطعام. يعني هذه بتعطيني مؤشر زي ما حكينا قبل في شرحنا لما قلنا عندي ثلاث مؤشرات، في عندي سنسوري انديكيتور، مايكروبيال انديكيتور، وعندي مين كمان؟ كيميكال انديكيتور. فهذه بتوضح لي الكورليشن وارتباطها ببعض. ايضا سبيسيفيك مايكروبيال سبويليجي انديكيتورز الريفرجريتد، على سبيل المثال الريفرجريتد فريش ميت اللي بيكون ستورد ايروبيكالي، هنعمل انيوميشن لمين؟ للكولوني فورمينج يونت، للسايكوتروفيك ايروبس سبيشالي جرام نيجاتيف ايروب. فهذه الاشياء بتوضح الكاونت مهم، بعطيني دلاله مباشره. ريفرجريتد الرو او فريش ميت ستورد ان ايروبيكالي على سبيل المثال في فوكام باكج مخزن في ظروف الهوائيه على سبيل المثال. انوميريشن اوف كولوني فورمينج للسايكوتروفيك لاكتيك اسيد بكتيريا والانتيروبكتيريسي اندر ان ايروبيك كونديشن. يعني توضح لي هنا يعني بملخص الحديث في هذا الجانب الخلاصه انوميريشن اوف كولوني فورمينج يونت فور فود از فيري امبورتنت. في الرو ميلك في الحليب الخام عندي سايكوتروبيك بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا وثيرمو ديوريك بكتيريا. في عندي كذلك في الباستورايزد ميلك
في عندي السايكوتروفيك بكتيريا بث جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، بتر، زبد، لايبولايتيك مايكرو اورجانيزم، سلايد دريسنج، لاكتوباسيلا سبيشيز. فواضح من خلال حديثنا انه هناك الأطعمة عديد من الميكروبات يمكن أن تنمو عليه حسب ظروف الحليب. في كان رو خام، إيش أنواع بكتيريا يمكن بنلاقيها موجودة وتأثر فيها، ولما يكون مبستر هذا الحليب إيش أيضا أنواع من البكتيريا يمكن أن نجدها، البتر، الزبدة، والسلاد الدريسنج. The major disadvantages، هذه كمان نقطة مهمة. The major disadvantages، احنا قلنا ذراع يمين في الفود مايكروبيولوجي مين هو؟ الميكروبيال انيموريشن. لكن ايش ال disadvantages لهذا العمود الفقري المهم عندي في الفود مايكروبيولوجي؟ ان انا لما بدي احصل على نتيجة بحصلش عليها على طول، ممكن تاخذ معي several days، حين بتطلب مني اتعرف على النوع بشكل دقيق، خصوصا لما يكون عندي شحنة كبيرة جاي انا، تمام؟ فانا بدي اتعرف شو نوع الميكروب الموجود واعمل دراسة تفصيلية للعدد الموجود. لذلك ولتقوم to overcome this problem other indirect methods have been used، استخدموا طرق أخرى غير مباشرة. زي مين على سبيل المثال؟ زي determination of lipopolysaccharide in food. والليبوبوليساكرايد كليتنا عارفينها هي تاعت مين؟ مرتبطة بمين الليبوبوليساكرايد؟ بجرام نيجاتيف بكتيريا. كذلك another indirect method measurement of ATP and its concentration is increased with high number of viable cells. طبعا الباقي سنة الـ ATP وتركيزه، هذا مرتبط مع مين؟ مع عدد الميكروبات الموجودة. فإذا بخلاصة الحديث في هاي السلايد أو الشريحة، انه احنا مظبوط عندي الـ enumeration is very important in food microbiology وله دور مهم جدا جدا. يعني لما تروح على مختبر الأغذية أهم شغلة بدك تتعلمها هناك اللي هو الـ enumeration، وكيف بأحكم عليه إنه هذا الطعام فيه مشاكل ولا لا، أو أنواع الأطعمة المختلفة اللي ممكن نعملها فحوصات. هنا بتحدث لي انه حتى اعمل اوفركم لطول الفتره المطلوبه للتحقق واعطاء النتيجه من خلال determination of lipopolysaccharide in food measurement of ATP، وهذا الكلام وضح تفصيل. نيجي للجانب الاخير اللي هو chemical criteria. تحدثنا sensory، واضح. تحدثنا microbial بشكل واضح. الآن نختتم الحديث عن مين؟ الكيميكال كرايتيريا، وهي تعتبر هامة أيضا. مايكرو أورجانيزم جرو إن فود، دي بروديوس لما الميكروبات بتنمو في الطعام إيش بتنتج عندي؟ ميتابوليك باي برودكت أسوشيتد وذ ذا سبويليش كاركترستكس. يعني فميثودز ستاديز تو ميجر مين؟ مايكروبيال ميتابولايت. الميكروبيال ميتابولايت بتدلل لي، تعطيني انديكيتور ايضا. لكن انا المقياس اللي استخدمته حتى اتعرف على البكتيريا ايش كان عندي؟ كيميائي. من خلال مين؟ ال H2S production، سالمونيلا. ايش معنى سالمونيلا؟ كلكم بتعرفوا جيدا H2S production بتنتج، وبتتذكروا كيف كان شكل المستعمرات البكتيريه على الطبق اللي لونها اسود، تمام؟ product of volatile reducing substances CO2 production diacetyl and acetoyl production indole production، كل هذه تعتبر chemical metabolites indicator about presence of bacteria.
بمعنى بين قوسين مايكروبيال ميتابولايتس. ايضا مين كمان عندي من الكيميكال الكرايتيريا اللي مهمه؟ changes in food pH، تغير البي اتش تبعه. وهذا هناك في عندهم في مختبر الاغذيه بي اتش ميتر، تمام، بقيس اللحمه او البرودكت ومختلف الاطعمه البي اتش تبعتها، سبيشالي ان ميت ميت برودكت ريزلت. وهذا ناتج عن مين؟ عن الميكروبيال جروث. ف وبالتالي استطيع ان احدد مين عندي السبويليج ستيتس اوف فود. اذا هذه نقاط هامه جدا ناخذها، انه الكيميكال كرايتيريا بمجملها وبملخصها بمنتج تاثير البكتيريا على الاطعمه، بحيث انه صار عندي نواتج كيميائيه، تغير في البي اتش، وهذا الانديكيتور استطعت ان اتعرف من خلالها على وجود هنا. على سبيل المثال في النورمال ميت، في اللحوم العاديه والبي اتش اللي تقريبا البي اتش بكون عندها 5.5 تقريبا رقم الهيدروجين تبعها، فبنجد انه عمليه التمثيل الغذائي للاحماض الامينيه باي سام سبويليج بكتيريا، البكتيريا اللي لها دور طبعا في عمليه افساد الطعام، ايش بتعمل؟ ايش بتنتج عندي؟ بتنتج عندي الامونيا، بتنتج عندي الامينات، الهستامين، كادافين، كل هذه تعتبر منتجات من مين؟ من البكتيريا. لذلك انا نوضح امر هام، وهو انه يمكن ان يعطي اللي هو measurement of pH of stored product give some indication of its type، عملية قياس البي اتش للمنتج اللحوم المخزن، هذا بيعطيه مؤشرات على مين؟ على نوع البكتيريا اللي مؤدي للتلف، وايضا حالة التلف الافساد اللي موجود فيها مين؟ البكتيريا. هذه نقطة. طيب بتأثرها ايضا بالبي اتش، ايش بنقول؟ مع زيادة اللي هو البي اتش، زادت البي اتش، الان ايش بصير في البروتينز؟ البروتينز بتصير اكثر ترطيبا، بصير لها ايش؟ become more hydrated. وعلى ذلك قدرتها على الاحتفاظ بالماء تزداد، الووتر هولدنج كاباسيتي ايش مالها؟ بتزيد. اند وين بريست ذيس ميت هاز، ولو انا عملت ضغط بزياده على هذا اللحم ايش بصير في عندي؟ ليس اكستراكت ريليس فوليوم. طب على العكس لو البي اتش ايش مالها؟ كانت عندي اسيتنج اسيدك، ايش بكون عندي هنا عند الووتر هولدنج كاباسيتي؟ لور. طب واللي عند الاكستراكت ريليس فوليوم ايش بصير فيه؟ يزيد. وهذا كلام طبعا له ارتباط مباشر بمين؟ بدرجة الحموضية بالبي اتش. طيب ايضا نجد بتفصيلات اخرى الموليكولار ميثودز، الان بتحدث احنا كيميكال انديكيتور، ايش تعطي في ايش في شغلات ممكن هتساعدني ايضا في التعرف في الموليكولار بيولوجي، من خلال ان الان في عندي بعض المعيقات في الكونفنشنال ميثود ابلكيشن، فالموليكولار ميثودز يمكن ان يكون لها دور ايضا هام في عمليه الديتكشن والموليكولار ايبيديمولوجي ايضا. على سبيل المثال، وهذا الكلام اعتقد مر علينا في محاضره في محاضرات اللي اخذتوها في مساقات في الموليكولار دايجنوستيك موليكولار بيولوجي، تمام، مثل مين عندي؟ الريال تايم بي سي ار، بلس فيلد جيل الكتروفوريسز، مالتي لوكاس سيكونس تايبنج، هول جينوم سيكونسينج، كل هذه تعتبر لها اهميه عندنا في السبويليج مايكروبيال ديتكشن، اند اضيف عليها كلمه مين؟ تايبنج، نعمل عمليه تايبنج للمايكرو اورجانيزمز الموجوده عندي في الفود. فهي تعتبر التكنيكس ذات ريليشن مباشر بمين؟ بالميكروبيال ديتكشن اند تايبنج. هنا نتحدث عن الاسي لمين؟ للهيت ستيبل انزيمز، الهيت ستيبل بروتينيز، وخصوصا في الميلك في منتجات الالبان. فوجدوا انه في عندنا سنسيتيف اسي ميثودز يوز تو استيميشن اند بروتكت شيلف لايف
وفي العديد عندي من الفحوصات اللي لها حساسية عالية في إنها تفحص وتعرف لي على مين الشيلف لايف لمنتجات الألبان. كان هناك طبعا طرق على سبيل المثال زي اليو في ابزوربانس، الفولينت شفاليير ايجنت رياكشن، والجيل دوفيجن السيك، لكن وجدوا انه هذه الطرق ايش مالها؟ نوت سنسيتيف انف لهذا الهدف. فوجدوا انه في طرق اخرى، وجدوا انه الحساسيه تاعتها عاليه حتى انها تعرف على مين؟ على هذا الاستيبل انزيمز. زي مين؟ زي الترينتوبنزين سلفونيك اسيد والفلوسامين ريايجنتس، وجدوها سنسيتيف لانها تفحص وتتعرف على مين؟ على البروتينيز في البنك في الملك، فبشكل واضح مستطيع لي. فالترينتوبنزين الترينتوبنزين سلفونيك اسيد ميثود اللي استخدموها، الريجنت رياكت مع مين في هذه الحاله؟ بتفاعل مع الامينو جروبس، واندر ذا اكسبيرمنتال كونديشن ايش بيعطيني؟ بيعطيني كلر. هذا الكلر بيستطيع ان نعمل له قياس كلوريمتريكالي عشان نحدد مين بالضبط الاماونت اوف فري امينو اسيد بريزنت بيكوز اوف بروتيولايسيس. فبالتالي انا من خلال البروتين بروتيز بروتينيز الموجود في الملك ايش حيعمل عندي؟ حيعمل بروتيولايسيس، صح؟ فانا بهدف اتعرف انه في عندي بكتيريا موجوده، تمام، وهذه من خلال بروتينيز انزيم اللي موجود عندي وناتج عندي فري امينو اسيد، فهذا انا قديش في عندي بروتيولايسز موجود وتعرفت عليه من خلال نسبة مين الامينو اسيد. مين كان من ضمن الميثودز اللي اعطت نتائج جيدة في ذلك؟ للترينتوبنزين سلفونيك اسيد، تمام. نيجي على الاسي لمين؟ للهيت ستيبل لايبيز ان ميلك، بيكوز natural lipase are present in milk. The measurement of lipase produced specifically by cyclotrophic bacteria create some difficulty. في بوجود نفس بعض الصعوبة. يعني هنا natural lipase الحين موجود في الملك. طب أنا بدي أكون عارف إنه هذا هو lipase جاي من بكتيريا ولا جاي من مين عندي؟ من الملك. فهذا أحيانا بيعمل عندي بعض مين الصعوبة. ولكن خلصوا من هذه الصعوبه من خلال مين؟ هيتينج ذا ميلك، بسخن الحليب. والحليب هذا ايش بيساوي لما اسخنه؟ بيعمل ديستروي لمين؟ للميلك لايبيز. لكن باثرش على مين؟ على البكتيريا الهيت ستيبل لايبيز. فهذه كانت فكره جيده جدا للتعرف على اللايبيز تبع البكتيريا خلافا عن اللايبيز الموجود عندي في الميلك. The assay method that measure release of free fatty acid as a result of hydrolysis of milk fat by lipase can be titrated. حتى أنا بستطيع أن أعمل قياس لنسبة اللي هي مين ال free fatty acid. قبل كنا بنحكي عن أمينو أسيد، أنا بنحكي عن مين؟ على free fatty acid. free acid fatty acid ممكن أنها can be titrated عشان أتعرف على نسبة مين lipolysis اللي سببته، مين اللايبيز المنتج من مين؟ من البكتيريا. Methods in which esterase of chromogenic and fluorogenic compounds react with lipase to produce مين عندي؟ color، استطيع اتعرف عليه. او fluorescent product، هذه كلها طرق وجدت لذلك، لكن لها طبعا بعض مين؟ بعض limitations. مين الطرق اللي كانت اعطت نتائج فعاله اكثر في التعرف عليه؟ اللي هي الإلايزا، ساندوش إلايزا، من خلاله بستطيع أن أحدد اللي هو اللايبيز اللي تنتج بعض أنواع البكتيريا مثل سيدوموناس سبيشيز. فإذا واضح عملنا هي أسي لمين؟ هنا اللايبيز، وهناك لمين؟ للبروتينيز. وهذول البروتينيز واللايبيز انزيمات مين كان منتج إلها؟ البكتيريا. وانا قست الفري امينو اسيد، وانا قست الفري فاتي اسيد عشان نشوف قديش في عندي منتج من، وهذا من الامينو اسيد ومنتج من الفري فاتي اسيد، والذي له علاقه مباشره بهذه الانزيمات التي تنتجها مين؟ البكتيريا. شفتوا هنا كيف كيميكال انديكيتور السنسور تبعه في
التعرف على وجود الميكروبات وتأثيرها، تأثير الميكروبيال ميتابولايتس. في النهاية نقول أنه الفود سبويليج حيؤدي إلى مين؟ حيؤدي إلى فود بويزن، تسمم الطعام، اللي حنتحدث عنه بشكل مفصل كتير في محاضرات قادمة. وبنعرف تسمم الطعام ناتج عن إيش؟ شخص عندما يتناول طعام أو يشرب طعام في contamination، وبالتالي يترك أثره بوجود ميكروبات أنتجت انتيروتوكسينز عنده في الجسم، وأدت عنده لحدوث مين؟ الفود بويزنينج. فالفود بويزنينج ممكن يكون عندي ناتج عن زي ما قلنا الانتيروتوكسين توكسيك ايجنت، ومرات عندنا كوميونيكابل ايجنت، وهذا الكلام حيتم التطرق له بشكل مفصل في محاضرات قادمة في الفود بويزنينج. كيف ممكن نمنع السبويليج للفود؟ من خلال الفود بريزرفيشن، ان انا احفظ مين عندي الطعام. بروسيس اوف تريتنج هاندلنج فود with aim to stop slow down its spoilage، ان احافظ على الطعام بطريقه اني اقلل او ابطئ عمليه الافساد اللي هو تلفه لهذا الطعام، من خلال ان احفظ مين النيوتريشنال فاليو. اظن هذا الكلام صار واضح انه بشكل كثير مفصل، والتكستشر والفليفر، النكهه والطعم والرائحه، كل هذه عوامل مهمه. ففود بريزرفيشن ميثودز ايذر ممكن هذه الطرق الحفظ انها كل مايكروب او بريفنت ذير جروث، ممكن تقتل الميكروب او تمنع نمو لمين لا الميكروب. وهذا الكلام برضو في حرف له بشكل كتير مفصل. تو جنرال برنسبلز ار امبلويد ان فود بريزرفيشن، في عندنا طريقتين رئيسيات بنعتمدهم احنا في الفود بريزرفيشن. في طريقه بنعتمد فيها على الانهبشن برنسبل، في طريقه بنعتمد فيها على الكيلينج برنسبل. انا ايش كان الفكره تبعت الانهبشن برنسبل؟ ان انا بحفظ الطعام تمام من خلال ان انا بعمل مين انهبشن دي جروث اند مالتيبليكيشن اوف مين مايكرو اورجانيزم، امنع نمو وتضاعف الميكروب. اما في حاله الكيلينج برنسبل انا السبويليج مايكرو اورجانيزم ايش بصير لها؟ ديسترويد. الميكروبات اللي بتفسد الطعام ايش بتعمل؟ بصير لها destroying and food protected against، وبالتالي يتم حماية الطعام من مين؟ subsequent contaminations by being enclosed in airtight containers، بحفظها في بشكل محكم ومغلق عن تأثيرها بهذه الميكروبات. فإذا food preservation، وهذا الكلام حيتم التطرق له بشكل أكثر تفصيلا في محاضرة الفود preservation، عندنا الانهبشن برنسبل وعندنا مين الكيلينج برنسبل. كيلينج الانهبشن برنسبل تعتمد على مين؟ انهبشن اوف جروث اند مالتيبليكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. الكيلينج برنسبل تعتمد على مين؟ تعتمد ان انا بعمل ديستروينج للسبويليج مايكرو اورجانيزم، وامنع اي سبسيكونت كونتامينيشن للطعام، وحتى نقي من عمليه الاتلاف والافساد. Some methods ايضا ممكن تستخدم زي مين؟ boiling, dehydration, refrigerating and freezing, canning, use chemical preservative, using salt الملح والباستوريزيشن. هذه ايضا من طرق الحفظ اللي برضه حيتم الحديث عنها. الان احنا بنعطي فقط لمحات للبريزرفيشن، لكن كل هذه الاشياء اللي بنحكيها الان حيتم التطرق لها في محاضره منفصله عن فود بريزرفيشن بالتفصيل. كيف بنحفظ؟ بس الان نعطي عناوين مهمه، كيف انا ممكن انا احفظ الطعام؟ بويلينج، ديهايدريشن، ريفريجريتنج اند فريزنج، كاننج، استخدام كيميكال بريزرفيتيف، استخدام السولت، باستوريزيشن. وبخلاصه الحديث، هاو تو ريديوس فود سبويليج، كيف انا بقلل من اتلاف الطعام وفساده. Remove expired or spoiled food، وهذا الكلام نتذكر حبة البندورة اللي قلنا عنها خربانة، اللي ممكن تعمل cross contamination وتخرب الباقي. Remove expired or spoiled food. Store food in right parts of your refrigerator، احفظها في مكانها المناسب في الثلاجة. وين اللحم بتنحط؟ وين
الأشياء الأخرى بتنحط، هذه الأشياء مهم نحفظها عند درجات الحرارة المناسبة لإلها. Prevent mold growth in refrigerator، أمنع نمو اللي هي مين؟ العفن في الثلاجة. Keep some food separate to prevent spoilage، ابقي الأطعمة منفصلة عن بعضها البعض حتى تمنع عملية مين؟ اللي هو تلف هذه الأطعمة وفسادها. إيه هيك بنكون خلصنا محاضرتنا للفود مايكروبيولوجي في مايكروبيال سبويليج اوف فود. إيه إن شاء الله إلى لقاء في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.